البكاء هو وسيلة للتعبير عن الفرح والحزن، والنساء منشوفهم عم يبكوا بشكل أكبر من الرجال اللي نادراً ما يبكوا، حتى بالمواقف الصعبة والحزينة اللي بيتعرضوا لها. البروفيسور وطبيب علم النفس آد فينجر هوتس بهولندا أمضى أكثر من 20 عام بدراسة البكاء على أكثر من 5000 شخص ب 37 دولة حول العالم حول طرق التعبير عن العواطف، وتوصل إلى أن النساء بتبكي ما بين 30 و64 مرة بالسنة، والرجال بين 6 و17 مرة. دموع الرجال بتوقف أسرع من النساء، هو بيبكي بمعدل 2 لـ3 دقائق مقارنة ب6 دقائق للنساء، والرجال أقل عرضة لنوبات البكاء الشديد. شو هي المواقف اللي بتخلي الرجل يبكي؟ هلق بالحياة بشكل عام، لما بيكون الشخص عنده إيمان بالسعادة بيكون بعيد عن المواضيع اللي بتخلي الشخص للبكاء. يعني بكتير حالات بيبكي الرجل، يعني بيكون مثلا ابنه طالب منه غرض وهو مو قادر يجيب له إياه، بيبكي الرجل. أكيد لا، هلا وقت الرجل بيبكي فما تبدو يكون سبب قاهر جدا جدا جدا. يعني يعني اكيد موقف اللي اكثر شيء فيه الم اللي هو انه يفقد امه. هلا في نساء بتشوف انه بكاء الرجل دليل على ضعف، برايك هذا الحكي صح ولا خطا؟ لا طبعا مو ضعف، هو حيره. هلا لا ما بتحب تشوفه عم يبكي، لانه يعني هي بدها تكون سند له بالنهايه، فاذا شافته عم يبكي فهو ضعيف. هلا اول شيء البكي ما هو ضعف ابدا، ان كان للرجل او للامراه يعني، بس هلا ان كان حبيب او شريك وحب يفرغ عن مشاعره هذا الشيء ما هو ضعف. الزلمه ما بيصير يبكي عند اي شغله، تخيلي مثلا اذا ما جبت ثياب، اذا ما جبت ثياب هو يبكي، انا اذا ما جبت ثياب ببكي. اوضح فينجر هوتس انه الرجال والنساء بيختلفوا بتعرضهم للمواقف اللي بتثير المشاعر. مثلا النساء عواطفهم اعلى وعلاقتهم مع اصدقائهم تختلف بطبيعتها عن الذكر، والنساء غالبا عملهم بيكون بمجال الرعايه الصحيه او مع الاطفال، وبيشوفوا افلام اكثر حزنا، لهيك هن اكثر عرضه للاكتئاب او بيعانوا من متلازمات الالم. من جانب اخر وحسب راي العلماء، الرجال بينجوا نسبه اقل من الهرمون الموجود بالدموع العاطفيه، واشار باحثين انه المشاعر ما بتحل المشكلات، لهيك الرجال اكثر عقلانيه لما ما بيسمحوا لانفسهم بالبكاء، لان الحياه اليوميه والمصاعب العائليه تتطلب تاجيل الدموع لتكون سند للاخرين وقت الازمات. اخيرا، قمع الرغبه بالبكاء لوقت طويل غير جيد للصحه، لان العواطف المكبوته ممكن تؤدي لتغيرات فسيولوجيه بجسم الانسان مثل ارتفاع ضغط الدم، ولابد من تعويد الاطفال على تقبل المشاعر وتعليمهم انه البكاء هو تعبير صحي عنها.